أقطع الهون أقطع الهون ليت مني أقطع الهون تخيل اليهال وكلهم اخوانك الصغار، تقدر تقول لي ايش كثر تبي بيزات علشان تاكلهم وتجسيهم وتعلمهم وتجلسهم في بيوت؟ وايد زين تهاجه انت بروحك او حتى وانا وياك، ايش كثر يبي لنا بيزات علشان تكفيهم؟ ماري ما بنقدر، علشان كذي هالفقارة كلهم لازم يسوون مثل ما احنا سوينا. لا بدل ما نخاطر بنفسنا ونصرف عليهم، لا لا وتصير رئيس علينا كلنا. رئيس وكل اللي مبوقه تيامعه عندك وتشيل شوي منه حق اكلهم ولبسهم، والباقي انت جاسمه انا وانت. والحين لانك صرت رئيس قوم قول لهم شيء. شو أقول؟ ما أدري. الحين أنت الرئيس تسألني أنا شو تقول؟ قول لهم مثلاً إيش لحنا يمعناهم هني؟ صح. هذي شيء وايد مهم. عد روحك وقف سيده.
الشعب. أيها اليهالو، أول شيء لازم تعرفونا زين إن البوق حرام وغلط، وأي واحد أشوفه منكم يبوق ترى ليلوم لنفسه. هاي هاي هاي، إيش قاعد تقول؟ هاي اللي اتفقنا عليه؟ إحنا ما اتفقنا على شيء. لا 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 لا، أنت ما تصلح تصير رئيس إذا هذه حكيك. أوقف شوي واسمع الحكي العدل. يلا سمعنا الحكي العدل. أيها اليهالو، أول شيء لازم تعرفونه. هالحكي أنا قايله. أصبر شوية، خلني أكمل. إحنا كلنا فقارة، نبي ناكل، نبي نلبس ثياب، نبي نتعلم، ونبي نرقد في بيوت، بس ما عندنا بيزات، واللي عندهم بيزات ما يبون يعطونا. شو نسوي؟ نموت من اليوع؟ نهيج في السكيك بثياب مشققة؟ والله نبوق. لا 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 لا، البوق حرام، لا حد يسمع حكيه. انتوا اذا عندكم بيزات ترضون احد يبوقها؟ احنا ما عندنا بيزات علشان احد يبوقها. عيل، ترضون احد يبوق الثياب اللي عليكم؟ لا. عيل، شلون ترضون تبوقون من عند غيركم؟ واذا كنا يواعه البوق والله نموت من اليوع. ما حد منكم بيموت من اليوع وانا موجود، ومن باكر غداكم علي انا، وثياب جديده بعد بايب لكم زين. اقول يا من شراله من حلال عله. انت شلون تقول حق اليهلو هالحكي؟ احنا احنا اثنين نبوق وانا مو براضي. تبغينا نخليهم يزورون 40 و50 بايك؟ اول شيء انت قصر صوتك لحد يسمع، وبعدين انا قايل لك من قبل اني بايب اليهال علشان يساعدوني، وانت وافقت. لا ما وافقت. الا وافقت ونص. انزين افرض اني كنت موافق، الحين انا غيرت رايي كيفي؟ كيف السالفه قشمره؟ مره توافق ومره ما توافق. لا السالفه مو قشمره، بس حرام حرام نخلي اليهالو يبوقون. كفايه انا وانت. المراد قلت لهم بتجيب لهم اكل. ايه بنجيب لهم اكل، بيزاته عندنا. شلون ومن وين؟ بنشتري لهم حلوى وخبز وبنخليهم ياكلونه. انزين افرض احد شافوهم وعرف عنك ان انت اللي تصرف عليهم، وانت معروف عنك انك فقير، ايش بتسوي؟ لا تخاف، بنشوف لنا خرابة عودة وبعيدة عن الدير، وبنأكلهم وبنقعدهم فيها، حتى أنا وأنت بنقعد وياهم. إيش رأيك؟ تبغي رأيي؟ المشروع فاشل. ليش؟ يا أبو علي أنت تاجر وتعرف أن الربح هو أول شيء يفكر فيه التاجر وهو يخطط لأي مشروع. صح، بس مبين أن هذه النقطة غايبة عن بالك وأنت تخطط حق المشروع، بدليل ان هدفك الاساسي من المشروع هو تشغيل 200 الى 300 من العاطلين على العمل. اولا موضوع الربح انا مفكر فيه وشايف انه مربح. ثانيا موضوع العاطلين اللي ناوي اشغلهم داخلين ضمن الربح اللي ممكن يحققه المشروع. شلون؟ انت تدري يا منصور كم بوقه صارت في منطقتنا في اسبوع واحد بس؟ ما ادري، يمكن 10-12 بوقه. 15 بوقه، وهذا يعني ان احنا على المستوى الشخصي قاعدين نخسر فلوس، اما على المستوى العام فالخساره اكبر، وهذه بسبب زياده عدد البوقات اللي تعني زياده عدد الحراميه، ومعظم هالحراميه يا منصور من الفقارة والعاطلين عن العمل، واحنا بتوظيفنا عدد من هالعاطلين عن العمل بنقلل عدد الحراميه وبنحل واحده من مشاكلنا الاجتماعيه. هذه مشكلتك يا ابو علي، دائما تربط بين التجارة والسياسة، مع أن التجارة شيء والسياسة شيء ثاني، والربط ما بينهم يعني فشل التجارة أساسا وبعدين فشل السياسة. وانت ليش تعتبر تشغيل العاطلين سياسة؟ يعني المسألة ما لها اعتبار ثاني يا أبو علي، انت تاجر ولازم تفكر في مصلحتك وفي نفسك قبل ما تفكر في غيرك. ومن قال لك اني ما قاعد افكر في نفسي؟ كلامك على الحرامية وتشغيلهم هذا وش معناته يا حسن؟ على كل حال
أنا حبيت أعرض عليك المشروع وكنت أتمنى إنك تدخل شريك معاي، بس ما دام هذه رأيك ما في إلا أدخل شريك مع حجي جعفر. وحجي جعفر موافق على المشروع؟ إيه موافق ومتحمس له بعد. الله يوفقكم. المهم أنا جبتك هني علشان أراويك قطعة الأرض اللي ناوي أبني عليها المصنع. وين هي هذه الأرض؟ كاهي وقفني. خلاص وصلنا. هذه كنها أرضي. إيه نعم أرضك، وأنا بشتريه من عندك. من حيث المبدأ أنا ما عندي مانع، مع أني مو مقتنع بالمشروع. يا الربع العشاء وصل، تعالوا. واحد واحد، فوضى ما نبي، كل واحد بياخذ نصيبه. اوقفوا صف واحد مثل ما توقفون في المدرسة. احنا ما حد منا راح المدرسة. سمعوا، إذا خلصتوا من الأكل نبغي أن تساعد كلنا وننظف هالبيت اللي من اليوم ورايح بيصير بيتنا كلنا. هني بنرقد وهني بناكل وبنلعب ونتعلم. ومهدي ويدته بنهدهم؟ مهدي ويدته بنهدهم في النهار، بس في الليل بنرجع لهم. ندها اليهال بروحهم في الليل في هالبيت. خلاص واحد منا يتم معاهم. انا ما اقدر اهد مهدي ويدته. ولا انا. دريت نسوي شير. صنم ولا شير؟ صنم. شير يا الصنم، انت اللي بتبقى. كله مني. صالح ابوي حط بالك على اختك، انا بروح شوي الخباز بشتري خبز وبجله وبارد. زين ابوي يلا امنتكم الله. انت اللي متى بتمين تقصين على روحك يا زيتون؟ اي خبز واي بوجل اللي بتشترينه، وحق من؟ حق من الدود؟ تعوذي من ابليس ورجعي بيتكم احسن. زين ولين رجعت؟ هالليل الطويل شلون بقضيه؟ شلون؟ شقد طويل هالليل على قلب ماله وليف، وشقد ثقيل هالعمر على اللي يمشي دروبه وحيد وسط الظلام والسهد. وينك يا سعدون؟ وينك؟ وين المطر؟ وين السفر؟
وين الضحك؟ وين صوت الطبول والطيران؟ وليه متى هسكت؟ وهالظلام ليه متى؟ ليه متى؟ عيونك زين يا ولدي يا سعدون، ترى طريقك متروس شوك. اسمعني يا ولدي، انت تاكل التمر وغيرك يعد الطعام. حط بالك على نفسك يا سعدون، حط بالك على نفسك يا ولدي، حط بالك على نفسك يا سعدون. اللي مكتوب على السبورة في دفاتركم. انزين؟ انزين يا سعد. سمعتهم شي يقولون؟ السال وهم لا يدرون انت شنو تشتغل وين جبت لهم الدفاتر القلامة، كان قالوا لك شيء ثاني. إذا هما ما قالوها لنا، الناس بتقولها لنا في يوم من الأيام، إذا تمينا بلأي شغل. أنت صاحي والله فيك شيء، تبين نشتغل وعندنا كل هالبيزات؟ لأن إحنا عندنا بيزات وايد، لازم نشتغل. عجيب، أول مرة أسمع ان اللي عندهم بيزات وايد لازم يشتغلون. احنا لان الفلوس اللي عندنا قاعد تزيد مع كل بوقة، واحنا قاعدين كذي ما نشتغل، بتخلي الناس عقب مدة يحطون بالهم علينا ويسألون احنا من وين نجيب الفلوس. صح، بس شنو نشتغل؟ هياك نبا شربت بارد برد على قلبك. هياك نبا حبيبي، هياك حبيبي، هياكم. ما لك خاطر بقلاص شربت؟ يلا عبد جبار. بلا ابوا، عطنا اثنين الامي. شال خط بس هدهي. شلون تحاجيني؟ لا احاتي روحي. ليش ينيت؟ لا ما يني، بس انت تعال معايا الحين وفي الطريق بتعرف السالفة. انزين خلنا نخلص الشربات ونروح. لا مو بوقته، بعدين. مشكور عبد جبار. خوش مشروع بس يحتاج فلوس. البيزات موجودة. موجودة؟ جسمان قصده ان احنا بنتحاطط كلنا، يعني انا وهو ومهدي ويدته، حتى انت استاذ بعد اذا تبغى تشاركنا بعد زين. لا انا خلوني بعيد عن شغله التجاره، مع ان فكره التعاون فكره جيده، بس ما قلتوا لي انتم من وين لكم الفلوس وانتم ما تشتغلون. لا استاذ، من قال ان احنا ما نشتغل؟ انا اللي عارفه ان سعدون ما يشتغل،
بس انت انا اشتغل فراش في حفيز، وسعدون بعد يشتغل. ما قلت يا سعدون انك تشتغل. استاذ انا مستحي منك لاني ليش تستحي منه؟ انت مو اول واحد اللي تشتغل حمالي. ما في شيء ما دام انها شغله شريفه. استاذ انا ترى قال لك ما فيها شيء ما دام انها هي شغله شريفه. انت ليش تبي تطول السالفه وهي قصيره؟ بس تدري يا سعدون ان مشروعكم هذه فيه جانب وطني. شلون استاذ؟ بمشروعكم هذه بتخلون جزء من ثروه البلد قد يكون صغير بس مهم يبقى داخل البلد مقابل مبالغ كبيره تدخل في حساب الشركات الاجنبيه ثمن المواد الاوليه للمشروبات الغازيه اللي تستورد من الخارج. يعني هذه يا استاذ شيء وايد مهم. طبعا انت تدري ان كل ربيه تنصرف على شيء مصنوع خارج البلد تطلع من البلد وما ترجع. استاذ صدق احنا ما فكرنا في هالسالفه بس هي بروحها صارت. عموما الله يوفقكم وكثر الله من امثالكم، وانا ان شاء الله كل يوم باي وبشرب قلاص شربت من عندكم. انت ليش قصيت عليه؟ ليش ما خليتنا اقول له صدق؟ انت تري انا شقد الحين متضايق. ما عليه تتضايق يوم يومين بعدين بتنسى، لكني انا لو خليك تقول له صدق كان بتتضايق طول عمره لانك بتطيح من عينه وبتطلع في نظره حرامي. انت شيطان شيطان. انت من وين طلعت لي؟ من وين بعد؟ من البحر؟ نسيت اول مره. وريتني كنت بفاطسك ومفتك منك. كان الحين انت متقربل ومتخسبك وميت من اليوع بعد. انت احمد ربك ان انا للحين رفيجك. قوة خميس. هلأ هلأ حي الله صغير. هلأ حبيبي حبيبي. هلأ هلأ. ايش قلت؟ قلت قوة خميس. وش دراك ان اسمي الصجي خميس؟ بعد انت ما تقول ان انت كنت في المحرق، بس سألت عنك وقالوا لي ان اسمك الصجي خميس. صار لي اكثر من 10 سنين ما حد ناداني بهالاسم. ما دام انك عرفته ما بيك تناديني الا بهالاسم. بس انت تناديني بهالاسم. يمكن ارجع خميس الاولي اللي خبرك به. ارجع خميس الاولي اطويج ويمكن من عوف هلا يمكن من عوف هلا ويمكن لو جا هلا يمكن من عوف هلا ويمكن ويمكن زوجة هلا. مهدي نعم ما رفقانك ايش فيهم؟ جسمان ما يجي البيت مولية وسعدون ما يجي له في الليل. والله ما ادري ما بس جنهم هالايام واجد مشغولين وجسمان لا عرفه عنه انه يروح ينام بيت ابوه. والله يا ولدي انا واجد احاتيهم اخاف ان فيهم شيء وما يبغون يقولون لي. لا تخافين امي هذا لين جنانوه ما يصير فيهم شيء. شو السالفه الحين يا منصور؟ اي سالفه؟ الارض اللي اتفقنا اشتريها من عندك نبي نخلص اجراءات البيع بسرعه. اي شوف يا ابو علي انت اخو عزيز وغالي بس انا مبين اني غيرت رايي. بس انت ريال ومعطيني كلمه. اي صح
بس بعد انت يا ابو علي ما ترضى علي بالخساره. خساره؟ هي اخوك، لاني حصلت لي واحد بيشتري الارض بضعف القيمه اللي انت بتدفعها. ضعف القيمه؟ ممكن اعرف الشخص دي؟ واحد صديق انجليزي. فضلت الاجنبي علي انا يا منصور؟ صديقك؟ لا لا يا ابو علي، لا تقول هالحكي. انا ما فضلت الاجنبي عليك، انا فضلت السعر الاعلى على السعر الاقل. وزمننا يا اخوك هذا زمن مصالح. بس لا تخاف يا ابو علي، احنا بنبقى رفقان. ظاهر ان ما منك فايده كلش يا منصور. شربت اشرب لهم يبرد على قلبك. شربت عند غيرنا بانتين وعندنا بانه. شربت اشرب لهم يبرد على قلبك. شربت 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 حياك يا مهدي. شرب لهم اي شرب لهم اي يفوتك لا يفوتك. شربت شرب لهم زين. شربت حياك حياك شربت. يا هل كنا سعدون؟ تعال تعال خلنا نشوف شو السالفة. تعالي قوة سعدون. يا هلا هلا اخوي حسين. هلا 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 شخبار؟ الله يسلمك. يا 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 شزين شزين، من متى فاتح الدكان؟ اليوم اليوم بس. لا ها تستاهل. مشكور مشكور يا اخوي. تفضل. مشكور. تفضلي. مشكور بس ان شاء الله الدكان ما يلهيك عن القراية. كان زين. لا بالعكس، يعني يتراولي ان جلست الدكان ما اعطتني وقت اكثر حق القراية، حتى انا جايب كتاب هني معاي. ان شاء الله عقب ما تخلصه طرشلي. عفا اطرشلك ليش؟ انا بروح اجيب لك. اوه حتى بالمره بعد نسمع عود ابو علي. ها زين عيل، الليله لازم تخلصها وباشر تكون عندنا حتى تسمع الشغلات الجديده. شلون يبا؟ جالس تبيعني ولا تسولف؟ مسامحه الاخو. يلا تفضل. افا ليش هالغلط يا اخوي؟ يا غلط الله يهديك. بعد هذه حقك؟ لا هالمره بيزات شربت علي انا. زين يلا يا ابوي احنا نترخص. يلا في امان الله. لا تنسى الكتاب. معقوله؟ في امان الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. سعدون شو السالفه ومن هالقطعه ذي؟ قطع الله راسك. خلاص ماي عرفنا شنو هي السالفه. اي سالفه يا مهدي؟ سالفه سعدون وجسمان. خير ايش فيهم؟ ما فيهم شيء لا تخافين، بس فاتحين لهم دكان ويبيعون شربات. فرحتني يا ولدي. زين سووا احسن لهم من لهياته. اي عاد شديها بالخشه ولا حتى يقولون لنا؟ في هادي يا ولدي عندك حق وهم غلطانين. باكر بروح لهم بشرب 10 قلاصات بلاش بعد. إلا أقول يا ولدي. نعم أمّا. من وين لهم بيزات الدكان؟ وأنا وش دراني؟ أكيد عندهم بيزات وخاشينها. شلون دخلنا اليوم؟ زين وايد زين. يعني إيش كثر ربحنا؟ يعني 15 ربية. 15 ربية وتقول لي وايد زين؟ إيه الحمد لله. إيش تبي أكثر؟ وهالجيش اللي ما معهم ان شاء الله بتقول لي بتصرف عليهم بال15 ربية. ماري اسمع يا سعدون، ترى احنا من زمان ما طبينا على احد، والبيزات اللي عندنا جربت تخلص. هاليهال اللي انت جايبهم يبي لهم اكل، ولا تنسى مهدي ويدته وابوي ومرته واخواني، ترى هذولين كلهم احنا مسؤولين عنهم.
وال15 ربي اللي احنا ندخلها كل يوم ما بتكفيها العالم. يعني شنو؟ يعني من باكر برز روحك حق شغل الليل. زين سعدون قوة. هلا، شخبارك؟ أنا الحمد لله بخير. أحسن موجود؟ إي موجود. لحظة بنادي. يا ليت عندي كل الكتب اللي في الدنيا حتى أقدر أجيب لك كل يوم كتاب. حياك. حسين وينه؟ ينتظرك في الحجرة. يالس مع العود ومو براضي يهده. على فكرة تذكر الأسئلة اللي كتبتها لك؟ إيه، خوش أسئلة. والأحسن منها الأجوبة، باين عليك تقرأ وايد. إيه نعم، بس هذه الأجوبة من تبغى تقول لنا هذه مو بأجوبتك؟ يا زعل تبغى تصير أمين؟ اللي يبوق بذات الناس ما يبوق أفكارهم. اسكت اسكت أحسن لك. ايش فيك ساكت؟ ها؟ لا ما فين شيء. حسين هني؟ من مساعة قايلت لك هو ينطرك في حجرته. تفضل. جسمان يا ولدي. الله الله في اخوانكم. حط بالك عليهم. ترهم يا ولدي امانة في رقبتي. لا تقول كذي يا يبا. عمرك طويل ان شاء الله. كلها ايام قليلة. وتصير مثل اول واحسن. لا يا ابوك لا. أنا خلاص نهايتي جربت. إذا عشت اليوم ما بعيش باكر. حط بالك على إخوانك أبوك وحط بالك على روحك. تجنب طريق الحرام. ترى أبوك الدنيا ما تسوى، كلش ما تسوى. سامحني أبوك، سامحني. أسامحك على شنو يا يبا؟ أنت اللي سامحني. أطلب من الله إنه يسامحني. هذي وقت تبني فيه؟ مو سعدون جسمان؟ جيت في وقتك. انت جلس هنا شوي وانا بروح وبرجع. جسمان ايش فيك؟ ابوي وايد مريض وانا خايف عليه. ما عليه شر ان شاء الله. ما عليه شر. انا لازم اروح الحين شوي بس وبرجع لك. صدتك يا سلطانو. انا طلعني قدام الناس حرامي يا سلطانو. أكتب لك الأيام يا ريحة الثوب في الأسفار.
صار احسها بشراييني، اشم الليل واهل الدار واللي غاب عن عيني، احسك في كلامي في الهواء في الماي في ترابي، اشوف اللي مضى عني وبقى حبهم على بابي نفس المكان الأحلام معاك يا زهرة الدنيا معاك في الروح أول